أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان. ميناء طنجة المتوسط يحطم الأرقام القياسية الجديدة على مستوى إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. شكرا لكم متابعينا مشاهدينا، وشكرا على التعليقات الجميلة والرائعة. حياكم الله. إذن ميناء طنجة المتوسطي كيحطم الرقم القياسي، وذلك لمعالجته أزيد من 7 مليون حاوية، أي لي كونتونير اللي كتشوفوا أمامكم. حياكم الله. الشيء اللي تأكد باللي ميناء طنجة المتوسط ريادته في المغرب وإفريقيا كمنصة حقيقية وقوية رئيسية لكبريات التحالفات البحرية الاقتصادية العالمية. اللهم بارك وزد في ذلك. كما حقق الميناء المتوسطي رقم قياسيا جديدا على مستوى الحمولة الإجمالية، وهذا الشيء اللي كتشوفوا أمامكم الحاويات لكونتونير. كما حقق الميناء رقم قياسي جديد على مستوى الحمولة الإجمالية المعالجة اللي كتجاوز 1 مليون طن. اللهم بارك، 1 مليون طن من البضائع، وهذا الرقم ما كيؤدي إلا كبريات الموانئ بحال ميناء دبي. 1 مليون طن من البضائع لأول مرة في التاريخ ديالو، وتجاوز النقل عبر شاحنات النقل الدولي، يعني كيمروا فوق منه ومن خلاله شاحنات الكاميوات الكبار الرموكات. خلال سنة 2021 عتبت 400,000 شاحنة. اللهم بارك. بالنسبة لسؤال المسابقة، وحطيت لكم واحد الصورة اللي هي عبارة عن مغارة فريواتو بيتازا، واللي كيعطينا الجواب الصحيح الأخ يوسف العماري أو العماري، حيا الله، هذا متابع وفي وكيجاوب بسرعة. إذا حتى انتم إخواني جاوبوا بسرعة، آخر الفيديو غنطرح لكم سؤال. نكملوا حوارنا. أما فيما يخص العربات الجديدة، فقد حقق الميناء واحد القفزة نوعية خلال عام 2021، إذ تمت معالجة ما يزيد على 430,000 عربة جديدة، 430,000 عربة جديدة. اللهم بارك وزيد في ذلك. وهذه المعالجة كتتم بطبيعة الحال في الرصيفين المخصصين للعربات في الميناء المتوسط. كما سجلت حركة نقل البضائع الصلبة والسائلة بنوعها ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية. أما بخصوص الملاحة البحرية، فقد رصدت بالميناء 10,900 باخرة. اللهم بارك، 10,900 باخرة، وكل باخرة كباخرة خلال سنة 2021. الشيء اللي تأكد مكانة المركب المينائي باعتباره واحد المنصة استراتيجية رئيسية، وكتكرس الدور الأساسي ديال هذا الميناء باعتباره الأرضية اللوجستيكية للاقتصاد العالمي للمنطقة. اللهم بارك، مغرب الدق وسكات، ما شاء الله. هذا بالإضافة لهذا الميناء خوتي خواتاتي، أيضا كتعتبر قطب صناعي لأكثر من 900 شركة عالمية. نعم، 900 شركة عالمية، كل شركة هي شركة ناشطة في مجال مختلفة من صناعة السيارات والطائرات والنسيج واللوجستيك والخدمات، بحجم تبادل كيفوق 7,300 مليون يورو، وما كيجمع غير الفم. اللهم بارك وزيد في ذلك. ويعد هذا الميناء اليوم أول منصة، اسمع مزيان، أول منصة صناعية في إفريقيا، وثاني منطقة اقتصادية في العالم بعد منطقة دبي. اللهم بارك، احنا غادين خطوة بخطوة في اتجاه صحيح فيما يخص الصناعة. وأول ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للسنة الثانية، العام الثاني، وحنا شادين وعضين بنيابنا اقتصاديا وتجاريا من خلال هذا الميناء. اللهم بارك وزيد في ذلك. وديما كندعو بالبركة باش ربي كيفيض الخير والخمير على هذه الأرض
وقد ما في يد قد ما اليد العاملة كتخدم والتجارة كتروج وكل شيء كيكون بخير وعلى خير ولله الحمد. خوتي خواتاتي، كنتمنى هاد الفيديوهات اللي كنحط لكم نعطيو واحد الصورة أجمل وأروع للمغرب والمغاربة، وحنا نيتنا في هاد القناة إلا ندفعو بواحد الصورة جميلة للمغرب باش الشركات واليد العاملة المغربية وتحسن المستوى المعيشي ديال المغرب. سؤال الحلقة ديال اليوم، هاد الصورة اش كتمثل لكم؟ هذا اسم ديال واحد الوالي جاء على البحر، ما اسم هاد الوالي الصالح وفي أي مدينة؟ وفي انتظار الجواب ديالكم كنتمنى جهة معينة تعطينا بعض الجوائز باش نفرقوها عليكم إن شاء الله. مع تحية أخوكم سيموشو، إلى اللقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.